رفع الايقاف عنا يوم 15/9 وفي طريقنا ان احنا بنستعد لبطوله العالم الكبار. واشتركنا، كان اول اشتراك للعيبه في بطوله الجمهوريه وكاس مصر كتحديد مستوى اللعيبه بعد التمرين 3 اشهر. الحمد لله كانت نتائج طيبه واتضم على اللعيبه ديت 5 عناصر يشاركوا في بطوله العالم وتم اعدادهم. واحنا دلوقتي في مفاوضات مع الاتحاد الدولي لان في غرامه على مصر ماليه دفع منها جزء، دفع منها 40,000 دولار وفاضل 160,000 دولار. فالاتحاد الدولي مطالب ان مصر تدفع ال 160,000 دولار دي شرط ان تشارك في البطولات الدوليه. في حل ان ممكن تدفع الغرامه ديت زي ما هم بيقولوا تدفع، وممكن الاسماء تتحط تاني، لان حصل في روسيا في 2018 نفس الوضع دوت وكان عليهم غرامه وما نزلش اسمائهم، فاول ما دفعوا الفلوس نزلت الاسماء على طول وشاركوا في البطوله. نتعشى من ربنا ان يحصل كده وتعب اللعيبه ما يروحش. هذا البطوله دي راجعه لمصر راجعه قويه جدا يعني، ويمكن كانت ان شاء الله كنا هنعمل نتائج يمكن كانت احسن من قبل كده كمان. يعني عندنا كريم كحله ارقامه 380 تجيب اول، احنا بنتكلم في 3 ذهب. نعمه بتتكلم في 3 فضه. عاشور كان ممكن هيخش من ضمن الثلاثة برضو بتتكلم في 3 ميداليات، احنا بنتكلم مش 5 ميداليات، احنا بنتكلم في اكتر من 10 ميداليات فعلية. محمد اهاب ما ننساش ان هو 5 سنين بتاع ده، هو 3 سنين بعيد عن المنافسات وبعيد عن التمرين اللي هو الفعلي كتمرين بطل اولمبي وبطل. فاول ما رجع بدأ الحمد لله يخش في مستواه، برضه كان من ضمن الثلاثة اللي هو يخش بيها. فاحنا بنتكلم في فرقة كلها تجيب ميداليات ان شاء الله. بطولة العالم بإذن الله يوم 5/7 5/12 بإذن الله. ان شاء الله احنا مستعدين وجاهزين والتيم كله على تم استعداد الحمد لله، وان شاء الله منتظرين قرار المشاركة وبإذن الله هنعمل نتائج تفرحهم بإذن الله. الفريق الأول كان مستمر في التدريبات، نعم ما كانش فيه معسكر منتخب وقتها بس كنا مستعدين للتمرينات وكنا بنتمرن بره وجاهزين، بدليل ان بطولة العالم خلاص كمان أيام قليلة والحمد لله احنا جاهزين ومستعدين يعني، وبإذن الله هنفرحكم وهنعمل إنجاز جديد ما حصلش في بطولة العالم قبل كده. سيادة الوزير جابنا المعسكر ويعتبر وفر لنا الإقامة ووفر لنا التمرين ووفر لنا مدربين كويسة جدا بتسعى معانا، وكلنا إيد واحدة وبنجتهد وبنسعى وإن شاء الله هنوصل اللي احنا عاوزينه. كانت يعتبر أسوأ فترة مرت عليها أسرة رفع أثقال كلها بالكامل يعني. تم فيها إيقاف رفع الأثقال طبعا بسبب عينات، 7 عينات، والحمد لله احنا بدأنا في إجراءات العودة إن شاء الله كده من 20/3 من بقى لنا 7 شهور أو 8 شهور شغالين، وإن شاء الله الاستعداد بتاعنا لبطولة العالم أول شهر إن شاء الله في أوزبكستان. هو طبيعي إن بيبقى الأمر صعب لأن المستويات بتقل طبعا بنسبة كبيرة، وخصوصا ان كل المستويات اللي كانت معانا مستويات عاليه وطفره عاليه، فمن الطبيعي ان هي بتبقى صعبه، بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا في خلال ال7 شهور اللي فاتوا ان احنا نكثف عمليه التدريب ونعمل كذا دوره تدريب، والحمد لله شاركنا في بطوله الجمهوريه للدرجه الاولى واللعيبه ادت اداء كويس، والحمد لله احنا في تطور مستمر وان شاء الله هنحقق ميداليات في بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله. هو طبيعي ان احنا الفتره اللي احنا وقفناها ديت فتره صعبه على الاسره كلها يعني، على المجال كله كرفع اثقال، لازم ان احنا نبدا تاني نعيد بناء اللعبه من الاول وجديد من تحت من نشئ لحد فوق، لان في معظم الناس بطلت بسبب الوقف ده. انما احنا دلوقتي احنا بنتكلم مثلا في الناس العناصر المميزه اللي موجوده معنا، كريم كحله ومعنا نعمه وحليمه، عندنا احمد عاشور من اللعيبه اللي هو المميزه ممكن هتشارك في بطوله العالم اللي جاي وكمان هتحقق ميداليات ان شاء الله، تخش في الميداليات ان شاء الله. انا انضميت للمنتخب في اواخر شهر 6 بعد بطولة الجمهورية، قبل كده كنت بره يعني، جهزت حوالي 90 يوم لوحدي يعني قبل ما انضم للمنتخب يعني. بعد كده انضميت للمنتخب، بدأنا تجهيز، هدفنا الأول يعني والرئيسي بطولة العالم الكبار وأوزبكستان 2021، وهو يعني خدنا يعتبر الدورة التدريبية كلها كاملة، وباقي دلوقتي حوالي 2 أسبوع على بطولة العالم، والحمد لله يعني وصلنا نتائج كويسه في التمرين، عملنا يعني شغل كويس قوي ومنتظرين بقى الضوء الاخضر يعني ان شاء الله، ربنا كريم ويكرمنا باذن الله يعني. انا مثلا من ضمن اللعيبه كتير ما يعني ما لناش اي ذنب في كل الحاجات اللي حصلت دي وكل المشاكل دي، بس يعني انا بتمنى ان يكون في يعني اهتمام شويه الفتره الجايه
بحل المشاكل من بدري يعني، عشان انا مثلا بتمرن مصاريف بتتصرف كل يوم حاجات، فما اجيش في النهايه يعني مثلا بعد ما اخد 6 شهور تمرين، والست شهور طبعا بصرف فيهم مصاريف كتير قوي، واجي في الاخر الاقي بيقول لي للاسف مش هنشارك. فانا بتمنى يعني ان يبقى في حلول من بدري، والاجراءات تتاخد من بدري، كل حاجه تتعمل من بدري، علشان يعني ايه نكون حتى ما فيش علينا ستريس من انا هلعب ولا مش هلعب. يعني احنا الفتره اللي فاتت ستريس، هلعب مش هلعب كده يعني. فانا شايف ان شاء الله ربنا هيكرم، احنا تعبنا وربنا هيدينا قد تعبنا يعني باذن الله. وفي النهايه احنا مستنيين توفيق ربنا يعني مهما عملت، مهما اتمرنت، مهما تعبت، في النهايه هو توفيق ربنا هو اللي نتمناه يعني في الاخر. يعني انا كان وضع مختلف شويه عن باقي لعيبه كتير، لان انا كان قبل الايقاف انا كان الحاجه الوحيده اللي كنت بعملها في حياتي هي اللعبه، وكنت في الجيش كمان ايامها يعني، خلصت جيش وموقوف مفيش اي حاجه تانية بعملها. طبعا اتجهت ان انا انزل بقى اشتغل علشان اجيب مصاريف كده. طبعا قعدت فتره كبيره ما بتمرنش بسبب الموضوع ده، لحين ما بدا يعني الدنيا تنور شويه وان في منتخب في حاجه، فبدات بقى ان انا خلاص انا هفضي نفسي من كل حاجه بعملها وهنرجع تاني نتمرن يعني. ورجعت تاني الحمد لله اتمرنت، ودينا في المنتخب اهو مستنيين فرج ربنا. انا كنت من زمان قوي، حتى من 2019 وانا كان هدفي ان انا اجيب ميداليه ذهب في بطوله العالم الكبار. اتوقفنا طبعا قبل بطوله العالم الكبار 2019، وانا فضلت عندي على قراري، انا واخد قرار ان انا هجيب ميداليه. الحمد لله ان انا مستوايا دلوقتي حاليا في التمرين يخليني اقدر ان انا ادخل في ميداليه ذهب.